أحسن الله إليك فضيلة الشيخ. يقول السائل: هل يكون لعبد الله بن زيد الأنصاري رضي الله عنه مثل أجر من أذن بعده ويكون سن سنة حسنة؟ عبد الله بن زيد مبلغ، ما هو سنة لكنه مبلغ، بلغ بالرؤيا التي رآها فكان سببا في تشريع الأذان، فله الأجر في ذلك، له الأجر في ذلك على البلاغ الذي بلغه والأمانة التي قام بها. نعم. صاحب الفضيلة يقول السائل: الذي سن الأذان هو الرسول صلى الله عليه وسلم، هو الذي سن الأذان وأمر به. نعم.